السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناه ديانة الاخشاب. ان شاء الله كما وعدتكم اننا نقدم لكم الصالونات الاقتصاديه. هادو هما الصالونات الاقتصاديه بالاشكال. ان شاء الله غادي نديروا لكل واحد غادي نديروا له اللون ديالو. كل واحد غادي نديروا اللون ديالو, يعني غادي يكون يعني بالاختيار ديالي باش ندير لهم اللوانات. ان شاء الله كاين هذا الديكور, هذا كما كتشوفوا كاين هذا, ها هو فصاد زوين ان شاء الله. كاين هذا كما كتشوفوا, وكاين هذا اللي حداه, ها هو درت واحد الكوش ديال لابري. وكاين هذا, يلا الاخوان تبعوا معايا ان شاء الله غادي نصارجيهم. الاخوان غادي تكون سي ان سي لابري سي ان, يلا تبعوا معايا. اخوان ها انتم كما كتشوفوا صرجتهم مزيان, ها انتم المهم راهم يلبسوا ان شاء الله. ها هما كل فصاد وحده ان شاء الله, ها هما كما كتشوفوا. المهم غنفوتوا لهم المراحل الاخرى ان شاء الله. تبعوا معايا ان شاء الله, ديال الريبوشي الا كان شي ديفو ولا كان شي حاجه ان شاء الله, ونفوتوا للمرحله الثانيه. يلا تبعوا معايا الاخوان. ايه هذه واحد, السلام عليكم. ها انتم كما كتشوفوا الاخوان ديالنا. المهم شوفوا هادو صالونات كما شفتوا, صالونات اقتصاديه أربع الرع اللي بغى يخدم خبزة درهم. قلت لكم الاخوان المهم هادو هما الصالونات الاقتصاديه. فانتم تشوفوا اشكال زوينين, ها انتم هذا الشكل, هذا ها انتم كاين هذا الشكل هذا عاوتاني كزوين. تبعوا معايا ان شاء الله كلشي غادي نوقفهم لكم تشوفوهم. بحال مثلا هذا الشكل هذا, هذا السليمانيه كيقولوا لها. المهم كل وحده ويسميوها سميه, ها الدقدوقه ولا كل وحده المهم السميه ديالها. المهم الاخوان ها انتم تشوفوا هادو كلهم من قوشين القشعامر, فهمتوا. كاين الاخوان على حساب النقشه, كاين اللي تقدر توصل حتى ل 120 درهم, كاين اللي 100 درهم على حساب النقشه. يعني مش حال ما كانت النقشه ناقصه, بحال مثلا هذاك الفصاد الاخر كاين فيه حال هذا اللي يكون فيه بحال هكذا مقطوع, النقشات ديالو مقطوعين كيوصل حتى ل 80 درهم على حسب. واذا كان سامبل عاوتاني كادي يكون ناقص شويه في الثمن. يلا الاخوان تبعوا معايا ان شاء الله, ندير لهم لابري كما درنا الاخرين, ونمشيو عاوتاني في الديكورات. هما الاخوان كما كتشوفوا درنا لهم لاصاج ديال لاصاج والفصاد ديال 100 درهم. شفتوا الاخوان يلا ها هي. المهم راه بانوا مزيانين ان شاء الله, غادي نختاروا كل واحد نديروا لهم لون ان شاء الله, غادي يطلعوا زوينين ان شاء الله. يلا تبعوا معايا الاخوان باش كل واحد يستافد. وبالنسبه للطريقه ديال الخلطه اللي تلقاوها في منوعات فيرنيسور, لان ما غاديش نقدر باش نطولش عليكم الفيديو الاخوان. يلا تبعوا معايا غادي ندير لكم كل واحد اللون ديالو. يلا تبعوا معايا. غادي نمشي الاخوان في الصباغه اكريليك بيضاء, صباغه اور باي اكريليك. ها
هذا الاخوان باقي له الخدمه، رانا ضربنا له البيضه ان شاء الله، ان شاء الله غادي ندير له الدهبي ونزيد له البريو ان شاء الله غادي يطلع يا سلام. السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله هذا الفصاد غادي يمشي باللون ديال الشامبان الذهبي. طريقة ديال الخلط كما قلتكم من وعيت فيرنيسو. ها الشامبان الاخوان، ان شاء الله تبعوا معايا، ان شاء الله راني خدام في الليل وان شاء الله غادي تطلع شي حاجه واعره ان شاء الله. ها انتم كما كتشوفوا اللون، هذا هو الذهبي الاخوان، هادو صالونات اقتصاديه. يلا تبع معنا الاخوان. السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله هذا اللون يعني داير بحال بي ام دبليو في والشامبان يعني ما بيناتهم. الطريقه ديال الخلط راه في منوعه فيرنيس ان شاء الله، يلا تبعوا. اخوان يا سلام، زعما الصراحه لون زوين ان شاء الله، وباقي ما زعما نديرو له ديك الكحله لداخل ان شاء الله، نزيدو له البريو ان شاء الله غادي يكون يعني الدواء زينه. يلا تبعوا معنا. السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله هذا اللون غادي يكون بالبي ام دبليو ان شاء الله، يلا تبعوا معنا. شوفوا الجماليه ديالو ان شاء الله، يلا تبعوا معنا ان شاء الله. ها هو الشكل ديالو الاخوان مع الليل الاخوان، راكو عارف. يلا تبعوا معنا. السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله هما كما كتشوفوا هما في البيض اكريليك، وغادي نرفق منهم الذهبيه سيلولوزيك. هذا هو الذهبي الواعر، شوف ذهبي واعر. يلا تبعوا معايا ان شاء الله الاخوان، غادي نحيدو ونخليه في الدخلاني. اللي عجبو بحال هكذا هو راه شايفو في الفيديو كي كيبان، اللي عجبو يبقى هكذا. راه بكا يطلع البيضاء اكريليك، راه كاين حتى واحد النسمه اخرى من غير دير فيه الديليو يعني التينر الحار. نجيب خلقه هكذا ديال القطن وندير فيها الديليو ماشي الويت، لان هاد الصباغه سولولوزيك راه ما تحيدليش. غنغسلها مزيان، غنديرها في بونجا
غنغطيها في بونجا ان شاء الله كلشي يسكن. راه ما تفريزيش على الاخوان راه اخر مره خطر. البونجا البونجا كاينه كلها بديني هذا النهائي كاينه غادي تبان مسكينه بدات كتبكي شي متر تحت الديليو بدات كتتكمش. غادي ندير كاله انا كاع ما تتكمش ما والو. خول احمد واحد قال لي قال لي ريح قال لي واش راك دير والله ما عرفت هذا ايه شونتي لو كان ديرو ليكم والله ما عرفت. انا ما عنديش هكذا الشونتي نقدر نربو دوبي ما عنديش مشكل فهمتو نقدر نربو كامل كيما هذا ما عنديش مشكل. واش عجبكم هكذا ولا مازال ما واش عجبكم هكذا؟ انا عجبني ايه هكذا يمكن نكتفي بهذا القدر صافي الاخوان ولا ندخلوا عليها بيض روح نخليوها هكذا يلا غيرون. هاهو الشونتيو سميوه انتوما الاخوة كلاسا ماكاس ديري ولا كل الكال نظامة كان اما الاخوان باش تعلموها القضية راه لاكريليك راه ما كيدي بها ديري والو ها ها نقولوا راه زدتهم فينا ولا شي حاجة والله الا راني خدام في الارض وصفيتو اه بقا تقولو شي حاجه فاض ها الفصاد نمشي نشوف الفصاد الثاني نجد لكم فصاد اخر يلا
انتم تشوفوا الاخوان انتم صالونات اقتصادية، انتم درنا لكم بعض الالوان، هذا راه لون زوين، هذا ذبح نحاسي، هذا نحاسي، وهذا بي ام دبليو، هذا الذهبي، وهذا الذهبي فوق لاكريليك مفتوح، ذهبي مفتوح، هذا هو اللي كيقولوا له الذهبي الطلياني. يلا تبعوا معنا الاخوان، باقي لهم البريو وتشوفوا النتيجه النهائيه. السلام عليكم الاخوان، ها هما كما كتشوفوا الشكل النهائي نتاع الصالونات، يعني بالاختيار ديالي انا اللي اختارت هاد الالوانات، حتى واحد ما اختارهم معايا. ان شاء الله غادي نضرب لهم البريو ونضربوا شي دويره باش تشوفوا القابض. يلا هادو صالونات اقتصاديه، غادي تشوفوا السيد كاين في كازا، النمره ديال الهاتف ديالو، البلاصه بالضبط فين كاين في كازا، اللي بغى يتصل به ولا يكوموندي مرحبا به، بغى يكوموندي عليا راكو تعرفوني انا كي داير. يلا تبعوا معنا الاخوان. هانتوما تشوفوا الاخوان الشكل النهائي القابض، هانتوما القابض بالقابض، ها هو الاول، ها هو الثاني، ها الثالث، ها الرابع. مهم واش غادي نقول لكم، يا سلام وراني خدام.